السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل اللغة العربية هي أم اللغات؟ هذا سؤال من لديه نقص في تقديره للغة العربية سيتهور و يكون رأيه مشتت، فيحاول من غير وجود دليل شرعي قاطع، آية صريحة أو حديث نبوي صحيح يبت في هذه المسألة، تمام؟ من غير وجود هذه الأدلة الشرعية القاطعة يقوم الشخص يقول إيه اللغة العربية هي أم اللغات وهي أول لغة بالتاريخ وهي اللي علمت الكل وهي خميرة سائر اللغات، يعني كل اللغات انبثقت فقط من اللغة العربية الفصحى. أنا أشوف أن اللي عنده نقص في تقديره للغة العربية يحس أنه لازم يقول أن العربية هي أم اللغات، ولكن اللي يعرف أعظم شرف وشرف ليس بعده شرف نهائيا، ألا وهو أن تكون اللغة العربية هي لغة آخر رسالة أنزلت للبشرية، وعاء كلام الله الأخير للبشرية في هذه الدنيا. هذا الشرف ما بعده شرف، تكون هي الرسالة العالمية للبشرية، هي الشريعة الوحيدة الباقية إلى قيام الساعة، حيث كانت الرسائل السماوية والتشريعات التي كانت لأمم قد خلت كانت بلغات مختلفة. والكتب السماوية كانت بلغات سامية، فعيسى عليه السلام حينما بعث في بني إسرائيل وتكلم في المهد لم كان يتكلم العبرية كما يعتقد الكثير. العبرية هي لغة مستهجلة، لغة مضطربة ومشروخة، وهي مجرد لهجة للغة التي تكلمها عيسى ابن مريم عليه السلام، ألا وهي الأرامية، لم تكن العبرية. إذن في الشرائع القديمة كانت هنالك لغات مختلفة، ولم تكن تلك الشرائع للبشرية جمعاء، إنما اللغة العربية هي لغة آخر رسالة أنزلت للبشرية. أنا كمسلم أؤمن بهذا الشيء. إذن اللغة العربية هي في غنى عن أي نوع من أنواع التشريف الذي نود أن تكسبه العربية. فمثلا لو تكون في هذا الزمان لغة الطب، لغة الاختراعات، لغة كل المجالات العلمية، حينما نحترم عقولنا نعترف بأنها الإنجليزية. نعم، لغة العلم بهذا الزمان هي الإنجليزية، لأن اللغة لا يعزها ولا يذلها إلا أهلها. إن كانت لغة تنجح بالأغاني مثل الإسبانية، لغة أغاني صارت، لغة للشعر والمشاعر والتعبيرات الخيالية والروايات الفارسية. ولكن لما كانت إمبراطورية كانت الفارسية لغة الصناعات، ولغة لغاية هذا اليوم أسماء الكثير من الاختراعات والابتكارات أتت منها.
ولعل من الظريف باي جاما، باي تعني قدم، وجامع عسى يكون نطقي صائبا تعني الملابس. فما نسميه نحن بالبجامة لبس النوم هو ما يغطي الساقين لأنه يدفي وقت النوم، ما هو شورت ولا هو شيء ولا. فأصبحت هذه الكلمة عالمية، الأجانب كلهم يستخدمونها، وهي فكرة بسيطة أنك تخصص لبس للنوم. هذه حضارة لما كانت هي إمبراطورية وكانت قوية كان الإنتاج في العالم القديم آتي منها، والابتكارات آتية منها. ولما أحد يبتكر شيء أو يخترع شيء من الأقوام المقاربة يسمون الأسماء بالفارسية. وممكن من الظريف مثال الشيشة والأرجيلة، كلها ترى فارسية، هذه أتت بعد الإسلام، بعد الرسالة النبوية وبعد انتشار الإسلام، لكن هم استخدمت بالفارسية. والنارجيل هي آتية من جوز الهند، ترى النارنج غير، ولكن النارنج غير النارنج، ولكن لما تقول ناريجل بالهندي تعني جوز الهند، وهي كذلك بالفارسية، لأن كانت الجوزة هي الأساس في تركيب الشيشة، والشيشة هذه اختراع بشع للبشرية وما خدم البشرية، ولكن من الجهل في قديم الزمان ان هي ما منها اشكال، ولكن كان اختراع شرير. عموما فكل لغة تعز وتذل من اهلها. اللغة العربية مهما لو قصرنا فيها فهي عزيزة أبد الدهر، كفاية شرف الشكل وتمجيد خلاص شبعنا، ما راح تصير في حساسية لو نشغل عقلنا. إيه نتوكل على الله الحين ونفكر. اللغة العربية لا يوجد دليل قطعي من القرآن الكريم أو من السنة النبوية من الأحاديث الصحيحة بأنها أم اللغات وهي لا تحتاج هذا الأمر. فمثلا الناس يصفون الآية الكريمة بأنها دليل قاطع على أن آدم علم العربية بالتحديد بعد ذي بدء. آدم عليه السلام علم الأسماء كلها. طيب نأتي الآن لأسماء الملائكة، هل أسماء الملائكة ليست ممنوعة من الصرف؟ هل أسماء الملائكة تكوينها عربي فصيح؟ ترى لا، هي أسماء معربة، فبعدما عربت وأصبحت عربية بالتعريب أصبحت من كلام العرب المبين. تمام؟ الحين بكامل قوانا العقلية، لفظ إيل هذا كلام العرب؟ إيل هذا كلام العرب؟ أي عربي على مد التاريخ من أول خط الزمن لغاية هذا اليوم وفي كل أرجاء الوطن العربي، قول لي أي عربي، قول له إيل يفهمك؟ إيل ما يفهم. إنما هي بالأساس
هي لاحقة من اللغات السامية، ولم يتفقن عن أساسها الأصلي، الأساس الأساس، إنما هي ما بين السريانية والآرامية. وفي ناس تستعجل وتقولك عبرية وخلاص. ليه 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 تعطون للغة العبرية شيء هي ما دعته لنفسها؟ في كثير من العرب لا شاف كلمة غريبة أعطاها واحدة من اللغتين، إما الفارسية أو العبرية. ليه؟ لأن هذه اللغات اللي براسه اللي تكون قديمة وحوالينا، وين راحت الكنعانية؟ وين راحت الأكدية، الكلدانية، الآرامية، السريانية، القبطية؟ ليش انلغوا من الحسبة؟ والسومرية والأكدية، ليه ليه نلغي كل شيء من الحسبة ونختار خيارين، إما فارسية أو عبرية؟ من الجهل. فالناس في عقولهم اللغات الثلاث القديمة في الشرق الأوسط عربي فارسي عبري بس. ترى غلط، العبرية مجرد لهجة أرامية وركيكة ومكسرة، وحتى قواعدها اللغوية للعبرية المعاصرة ليست مثل الأصلية، ليست مثل الأصلية. ولو تشوف الخط الأرامي مشابه للعبرية. ليه؟ لأن العبري جاء منا أصلا. فالحين لما تجي للآية من جديد، إن آدم عليه السلام علم الأسماء كلها. طيب لو أسماء الملائكة كانت الأسماء الأصلية هي العربية الفصحى، كيف لم يعلم باقي الأنبياء أسماء الملائكة بالشكل العربي؟ إذا شنو معنى الموضوع هذا؟ إن اللغة العربية قابلة للتعريب، هي تعرب كلمات أخرى ولعربتها صارت فيها. يعني مثلا اسم فرعون اسم غير عربي نهائيا، فرعون، ولكن ذكر بالقرآن الكريم لأنه اسم علم. الروم ها مذكورين في القرآن الكريم. الحين كلمة الروم كلمة عربية الأصل؟ لا، بتقول لا هو روم لأنهم يرومون في البلاد. ماشي، حتى البدو يرومون في البلاد، ايش معنى بس الروم؟ لا، روم علميا في الاتيمولوجيا يعني أصول الكلمات هو اسم لأول قائد لهم، كان اسمه رومان. ولو تجد لفظ الرومان مكرر باللغات الهندية الأوروبية ساري عليهم. فكلمة رومان هي تعني القصة كذلك، ومنها رومانسية، رومانس تحولت إلى معنى القصص المخصصة للحب، ورومان بروحها بس تعني قصة. ورومان الروم الإمبراطورية الرومانية وعرقهم وكذا نسبة لأول قائد لهم تاريخي. طيب من اللي سماه هذا الاسم؟ ما يدرون، وبالفعل انقطع العلم خلاص. يعني مثلا الحين أعطيك معلومة، مصر اسمها الأصلي كيمت بالمصرية القديمة الفرعونية، كيمت يعني الأرض السوداء، أرض التربة السوداء، التربة الغنية، المقصد بها الغنية، خصبة. ماشي، تسمية كيمت من أي لغة أتت؟ وكانت هذه اللغة قبل اللغة المصرية القديمة التي تسمى بالفرعونية، قبلها ما نعرف خلاص انقطع العلم. نفس الشيء مع اسم الروم، ترى الناس حسبانهم من الحضارة الأوروبية ما هي قديمة جدا، حسبانهم انها جديدة، يعني لا، هي معاصرة للفرعونية. فاسم الروم الحين كاسم علم موجود بالقرآن الكريم، هذا اسم علم، اسم علم يعني اسم من شعب معين هم سموا قائدهم، دولتهم، تاريخهم، ايا كان بلغتهم هم. فالملائكة كأسماء
ما هم أسماء عربية. إذا هذا شنو معناته؟ معناته أن آدم علم البيان، خلق الإنسان علمه البيان، هذا في سورة الرحمن البيان. طيب شنو البيان؟ القدرة على التبيين، تبيين المعنى، المعنى يصير مبين. احنا بلهجتنا شنو نقول؟ هذا ما هو مبين، يعني ما هو واضح. فلما تخلي المعنى مبين بعاميتنا يعني انه ظاهر. الا نسمع بانت سعاد، يعني ظهرت. وهذا البيان يعني ان يجعل المعنى خلاص واضح للناس، فهذا هو البيان. خلق الانسان علمه البيان، القدره على التعبير على الافصاح، انه يخلي المعنى اللي براسه يكون مبين للاخرين. اذا القران الكريم في نقاط وقفيه مثل اللي يسأل اهل الكهف شنو كانت جنسيتهم، اهل الكهف شنو كان نوع ملابسهم، هذه اسئله ما لها داعي. انت تقف حيثما وقف القران الكريم بس. فالان شرعا لجيت في القران الكريم تقف حيثما وقف القران الكريم. القران الكريم ما حدد شنو هي اللغه. وبعدين سؤال منطقي جدا، كيف لغه ادم يكون لها تصنيف وحتى التصنيف الجيني ما بدا؟ يعني شلون تكون لغه عربيه للعرب والعرق العربي توه ما جاء؟ اصبر، ادم تو ما جت حواء، ما تكاثروا البشريه لمن الحين. ادم ما شاف حواء اصلا تو احنا نتكلم في البدايه، يكون هو جنسه عربي عرقه عربي؟ توها ما بدت البشريه. انما ممكن انك تقول ان اللغه العربيه هي لها قرب وطيد للغه البشريه الاولى. هني انا اقول لك ايه، شنو معنات هذا الكلام؟ ان هي اقرب نسخه للبيان الاصلي للبشريه، وعلى كلمة أقرب 70,000 خط أحمر. هني أنا أقول لك الكلام محتمل ومنطقي. فتجد في بحث ظريف جدا من جامعات أمريكية في أصول اللغويات إتيمولوجي، بأن شخصية يودا، شخصية من ستار وورز، فيلم حرب النجوم، أنا ما شفته، أنا أي فيلم سالفته تصير طويلة يمللني، ولكن بحكم تخصصي في اللغة الإنجليزية كان هذا الكائن الفضائي الأخضر هو الوحيد اللي يتكلم بجرامر غير عن الباقيين. طبعا الفضائيين كلهم يتكلمون إنجليزي لأنه فيلم إنجليزي، بس في كائنات يتكلمون فضائي، يعني كلام فضائي ماشي، بس النجوم هم اللي يتكلمون إنجليزي. عموما فهذا الأخضر كان قاعد يكلمهم إنجليزي، كان صغير يعني عمره آلاف السنين، وعليه والله لابس لبس كأنه لبس عربي، زين لابس ثوب، ثوبنا نفس ثوبنا إيه، وهو كبير يعني شايب مسن، وعليه شيب بعد. ولما يتكلم كان المخرج متعمد انه يخليه يتكلم بجرامر غير عن الباقي، والمخرج هذا مثقف جدا في حضارات الشعوب القديمة، وكان يصنع نوع من التزاوج ما بين ما تعلمه من الحضارات القديمة مع خياله في عالم الفضاء. فتلقى في شعوب عندهم طبايع شوية تشبه الفراعنة او الأكادية او السومرية، هو متعمد يسوي هذا الشيء. عموما خلى هذا الكائن يغير مكان السبجكت والفيرب والأوبجكت، وكان يعني بالتوضيح العربي الحين انه يخلي المفعول به في بداية الجملة، واحيانا يخلي الفاعل في نهاية الجملة، ويغير في ترتيب الكلمات بالجمل.
رغم ان اللغة الانجليزية لا تستحمل هذا الشيء. اللغة الانجليزية لازم انت تتكلم بهذا الترتيب، لازم تتكلم subject verb و object. subject يعني من يكون عليه الموضوع، الفاعل، يعني اقرب تشبيه له يكون الفاعل اقرب تشبيه، والverb يعني الفعل. هذا عاد الفعل فعل، الverb هو الفعل فعل. الobject يعني الهدف او الشيء الذي يكون الفعل قد وقع عليه، يعني مفعول به، هذا هو. فاللغة الإنجليزية ترتيبها subject verb object، ما يصير تخلي verb subject object او object verb subject، ما يصير. هذه القدرة قدرة عربية، هذه ما هي موجودة عند الإنجليزية. فمثلا تقول Tom drank يعني شرب، ماضي شرب، the milk، توم شرب الحليب. طيب باللغة العربية كيف أقدر أقول توم شرب الحليب؟ أقدر أقول شرب توم الحليب، أو الحليب شربه توم، أو توم شرب الحليب. قدرت أخلي الفاعل في البداية في النهاية عادي، أو حليبا شربه توم، حليبا شربه توم. خليت المفعول به بالبداية وراه الفعل وآخر شيء الفاعل، هات اللغة العربية تقدر. فهذا البحث اللي من الجامعات، وبجيب لكم إن شاء الله الدراسة لأن الموضوع جدا لذيذ كان، يؤكد أن اللغة القديمة أقدم لغة كان يتكلمها الإنسان ما كانت مقننة بنفس قوانين اللغات الأوروبية، إنما كانت مقننة بأقرب شيء للعربية، لقدرة العربية. إذا شنو معناته؟ مو معناته على طول إن نستعجل هوب اللغة العربية هي أم اللغات، ما نحتاج إحنا هذا الشرف، إحنا مكتفين بشرف القرآن الكريم. إنما لعل اللغة العربية هي الأقل تغيرا وتطورا وتحورا من اللغات الأخرى، وبالتالي هي الأقرب لنموذج البيان الذي علم به آدم. إذن هذا هو استنتاجي. فتجد في العربية خصائص يعني مميزة فيها، فتجد حرف الحاء مثلا مقارب لكل ما يعني شيء يكون مولدا للحرارة، من ضمنه الحركة والمشاعر الدافئة، حب، حنان، وحارق وحامي وحريق، حرقة، حرب، حفر. تجد معانيها تشمل الاحتكاك والحركة والحرارة، حمة، حمم بركانية مثلا. إنما لا يعني أن كل شيء فيه حرف الحاء يكون ذا هذه الصفات، إنما الأغلب. لما يكون الأغلب شنو الأغلب وليس الكل؟ إنما شنو معناته؟ معناته كلمات اللغة العربية فيها تناغم منطقي، مو بس تفرع. يعني مثلا كتب كاف تاء باء، تمام؟ تجد منها كاتبان، يكتبان، يكتبنا، مكتبة، كاتب، كتب، تجد هذه التفرعات كلها، كلها من هالكلمات هذه، ماشي. إنما كذلك تجد تناغم، ما هو تام ولكن في تناغم. مثلا تجد في حرف الشين يعني الانتشار، كما هي كلمة الشهرة،
وشيع، وهو باللغة العربية الفصحى أن يمتاز مجموعة من الناس أن يكونوا فريقا خاصا بهم إذا في انتشار في الموضوع. كلمة انتشار، شرارة، تجد كلمة شعلة لأن طبيعتها منتشرة، وشجر متشجرة وهذا الشيء موجود، تجد مثلا الشمول تجد فيها الكثرة، تجد فيها أن أشياء متعددة، وحتى الشرخ ما تجد أنه يكون خط واحد وبس، لا تجده مفرق وله مسارات كثيرة. إنما تجد كلمة السين تجد فيها الاستقامة، سهم، مسار، وسنن، وتعني الدرب الواحد، السنن تعني الدرب الواحد في التقنين وفي العادات، سنن من قبلكم هذه. وتجد كما في كلمة سلك إن مسار واحد سلك فيه، وتجد الميم فيها الإلمام، فتجد الشين والسين ملتقيتان في كلمة شمس لأنها أشعة منتشرة وتمشي مسارا مستقيما. تجد في حرف الغين معنى الاستتار كما في غياب وغيمة وغريب وغم والعياذ بالله منه، هم غير معروف السبب، وغبار لأن غطى غيره، وغمام، والغباء وهو ستر للعلم كما هي الغباوة، وغرق وغطس فهي معنى التغطية، ها غطى غطاء غطى الشيء يغطي. فالغين تجدها مرتبطة في معنى الاستتار، وأعيد وأكرر هذا مو معناته أن الحرف هذا تلقاه في كل الكلمات على نفس الفحو، ولكن في نسبة من التناغم ما بين كل هذه الحروف في معانيها، في نسبة هذه مو لها درجة تصطف وما يكون لها سبب في صدفتها، مو لها درجة، تلقى كل الحروف لو تقعد تفكر فيها تفكر فيها تفكر فيها تفكر فيها راح تلقى شيء يركب على شيء، راح تلقى انه يتراسل، بتقول لا هي لغتك وانت في جهازك العصبي تستشعر هذه المعاني بهالشكل، ما تركب على باقي اللغات. في لغات كلماتها ما تكون مناسبه، او تلقى في كلمه يعني لانها اتت من صوت الشيء، مثلا بالروسيه القنبله بومبا مثلا، تجد انها مشابهة لأنها جاية من الصوت. في كلمات في العربية أتت من الصوت وموجودة في معاجم اللغة العربية، مثل شنو؟ بق، مو البق الحشرة، لا صوت بق بق اللي هو صوت الغليان، حتى في لهجتنا نقول خله لين يبق بق، شنو يعني؟ لغاية ما الماء يغلي، ولما نقول اليوم والله موت بقة، هذا الصوت أتى من ماذا؟ من فقاعات غليان الماء. ففي اللغات كلها حتى العربية
في كلمات أتت من الصوت، مثل القط. القط أول حرف يطلق الميم وراها حروف علة، كل حروف العلة، الياء والألف والواو، مياو. لو تسمع القطو عذل وهو ينادي الإنسان، لأن القطو يخصص أصوات لحسب المواقف، تسمعه ينطق الميم والياء والألف والواو، حتى في شفايفه آخر شيء تلقى يزمها مثل حرف الواو. فالعرب شنو سموه؟ ميواء. سموا صوته المواء. هذه التسمية من أين أتت؟ من الصوت نفسه، من الصوت نفسه. ففي كلمات في العربية أتت من الأصوات كما باقي اللغات، ولكن مو كل شيء. فالعربية نسبة التناغم ما بين حروفها يعني فعلا تخليها اللغة الأجهز والأنسب لتكون آخر رسالة للبشرية، لأن اللي يتعلمها ويقراها يوصل له المعنى عدل، لأن حروفها تتيح هذا الشيء، تتيح هذا الشعور. بس تجد كلمات مثلا يعني مثلا في التركية يعني ما تلقى فيها تناغم نفس العربية، رغم أن اللغة التركية كما هو معتمد في أكاديميتهم، وأنا متعلم اللغة التركية، لما تقول هذه المعلومة عربي يزعلون، إيش دخلكم؟ إنها جزء من شجرة عائلة اللغات المغولية. الحين بيزعلون بعض العرب، أنتم شكوا، إيش دخلكم أنتم تزعلون وتدافعون عن التركية؟ الأتراك ما هم زعلانين، إنهم لغتهم منتمية لشجرة عائلة اللغات المغولية التي تشمل التترية والأذرية، هم مزعلانين. باقي العرب يزعلون، في عرب واجد ترى يزعلون إذا قلت أن التركية بالمناهج التركية الرسمية ومناهج العالم كله تصنيفها الأسري ليست عربية يا أخي، والله مو عربية، وهم يقولون إحنا مو عرب، يزعلون. باقي العرب يقولون لا، لا تقولون أن الأتراك ما هم عرب. طيب يلا فرس وكرد، لا تقول انهم فرس وكرد، قول عرب وبس، لان الشرف انحكر بس عند العرب. غلط ترى، ممكن واحد يكون اصله غير عربي وهم شريف يا اخي. اشتهى الناس تحسس بسالفه اللغه التركيه بالمدح او بالذم. لم مدحتهم بشيء طبيعي، مثلا الحين يقول لغتهم صوتها حلو، بس في عربي بيزعلون. ولا قلت عنها شيء عادي عادي إن هي من ضمن شجرة عائلة اللغات المغولية، ازعل، تزعل ولا تقعد. ناس سبحان الله لديت على الأتراك نهبلة، يا مدح يستميتون أو يذمونهم ويجحفون ويظلمون، واحدة من الثنتين ما عافيه سبحان الله. الناس تزعل ولا تقعد، الحق حق. فشجرة عائلة اللغات المغولية كلها فيها صفة موسيقية خاصة فيها، وفيها لحن خاص، مو اللحن اللي هو الخطأ بالإعراب، وما يتكلمون عربي عشان يخطئون بالإعراب. مثلا بان، يعني أنا كديلر سفيرو، أنا أحب القطط مثلا، أو مثلا نقول كهفة إيشيمي يورم، أنا لا أشرب القهوة مثلا. فشنو في النهاية يكون الفعل هذا في الجرامر التركي، في القواعد اللغوية التركية، ودائما الصوت فيه لحن مزدوج بينهم، ما تلقى الكلمات فيها نشاز، فتلقاها منسجمة في إيقاعها. واللغات المغولية فيها هذا الشيء، وهذا الشيء تفتقر الصينية. الصينية لغة ميكانيكية تماما، ميكانيكية ما فيها نغم. اللغات المغولية فيها نغم، والتي تشمل التركية.
إنما العربية الكلمة الواحدة تتناغم في منطوقها مع كل الكلمات المشابهة لمعناها، فتجد فيه تناغم عميق في اللغة العربية. تمام، هذا كلام وين تقدر تشوفه؟ في سر صناعة الإعراب، وكذلك في فقه اللغة. عموما هذا موضوع لذيذ نفكر فيه، ولا تنسوا الاشتراك والإعجاب والدعم والتعليقات، قولوا لي رأيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.